موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطرق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. وفي الحديث: المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ولوا. وقوله إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكره له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المسلم قال آمرا بالأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. لا تحاسدوا، النهي عن الحسد، ولا تناجشوا، النهي عن النجش، وهو نوع من البيع يرفع أحد الطرفين السعر على الآخر وليس له غرض في الشراء ويكون متفقا مع صاحب السلع. ولا تباغضوا، الكره والتباغض الذي يكون مبنيا على الحظوظ الدنيوية. ولا تدابروا، التهاجر والتقاطع. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. إذن المسلم ليس أخا للكافر، بل المسلم يبغض الكافر في الله لكفره، مع أنه يحسن معاملته ويؤدي إليه حقوقه، ولكن لا توجد أخوة إلا بين المسلمين. ومهما وأين كان هذا المسلم فهو أخ لنا، وليس كما يريد أهل الكفر والنفاق من تقطيع أواصر القربة والأخوة بين المؤمنين بالنعرات القومية والوطنية، وأن فلانا ليس من وطني وليس من أهلي فلا أحبه ولا أنصره، وربما نصر الكافر عليه
هذا كله مما يتعارض مع هذه النصوص، بل المسلم أخ لك أين كان، في أي بلد كان. أكبر دولة في العالم هي دولة الإسلام، لأن أفرادها ينتشرون في كل البلاد وبينهم هذه الأخوة الإيمانية، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. قال وفيهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا إشارة إلى ما يكون بين أهل الإيمان من التعاون والحرص على مصالح بعضهما البعض. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم، وليسعوا فيما به يزول شنآنهم، يعني البغض والكره. ثم أمر سبحانه بالتقوى عموما، ورتب على القيام بها وبحقوق المؤمنين الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة، يعني مما يحجب الرحمة التقصير في حقوق أهل الإسلام. وفي هذين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولون مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب الكبائر التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، يعني إذا وقع قتال بين طائفتين من أهل الإسلام فهذا لا يعني كفرهما، لأن الله قال: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، فالإيمان باق والأخوة باقية طالما بقيت لا إله إلا الله وبقي الإسلام. والقتال من الكبائر نعم، لكن لا يكفر صاحبه بسببه. يقول: على وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه، أنه لا يجوز ذلك، يعني لابد من النزول على حكم الله وفق شرع الله تبارك وتعالى. وقتال البغاة نوع من أنواع القتال له أحكامه المفصلة في كتب أهل العلم يرجع إليها. يقول: أن أموالهم معصومة، لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. في هذه أو في هاتين الآيتين إشارة إلى أهمية الأخوة الإيمانية، وأن أي شيء يخدشها أو يؤثر عليها لابد من السعي في زواله، ولابد من السعي في الإصلاح، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم كما عند الشيخين. أيضا يجب العدل في الصلح بين الناس، كما سمعنا في الحديث: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ولوا من أمور المسلمين وأمور الناس. أيضا على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، ينصره إذا كان مظلوما بأخذ الحق له ممن ظلمه عند الاستطاعة، وينصره إذا كان ظالما بمنعه عن الظلم، كما في الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. كذلك المؤمنون إخوة في الدين، ومن مقتضيات ذلك أن تتألم لآلامهم إذا ما علمت بنكبة أو مصيبة وقعت لأهل الإسلام، فأنت تتألم بسبب ذلك. فالمؤمنون بمنزلة أو المؤمن بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. أيضا التوادد والتراحم والتعاطف، أيضا المعاونة، أن يعاون بعضهم بعضا،
وكذلك أن يكونوا يدا على من سواهم كما في الحديث وهم يد على من سواهم، يعني في أن ينصر بعضهم بعضا، ولا يجوز لمسلم أن يكون في صف الكفار في حربهم للمسلمين، وهذه من الردة عن دين الله تبارك وتعالى. أيضا يحرم على المؤمن أن يبيع على بيع أخيه وأن يخطب على خطبته حتى يذر أو يأذن. كذلك معاونة المسلم لأخيه، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم لابد من الصبر، لأن الخلطة لابد أن يكون فيها من أذى، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ويكون المؤمن مع إخوانه كريما، فالمؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، كما عند أبي داود وهو حسن. وهذه الأمور إذا ما حرصنا عليها كانت الأخوة وكانت الألفة. المؤمن يحوط أخاه ويسعى في حاجته، كذلك يحفظ أهله وماله وولده. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، كذلك يغار على إخوته المؤمنين وعلى أخواته، ومن ذلك حرصه على سترهن، الستر الحسي والستر المعنوي. فالأخوة الإيمانية لها حقوق وواجبات ينبغي علينا أن نعنى بها وأن نحرص عليها لنحصل هذه الثمرة العظيمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أن نكون من المرحومين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.